المشاركة ديالك الله يخليك في كانت المشاركة في التكريم ديال التامين البدري. شنقول لك، حنا المدينة محتاجة تكريم على هاد الأشخاص هادو اللي عطاو واحد الشيء كثير لكرة القدم المحلية ديال شباب العرائس ولا الحسنية ولا تامر داز المدرب ديالنا وعطاك في المستوى. دربك انت في شباب العرائش؟ هو في درب شباب العرائش الفترة اللي دراها في تركيا باش تم التحاق ديالي بالاتحاد. هو كان الفضل باش اكتشف المهمة بزاف ديال الاخوان، ماشي مهمة ديالنا تصور المختاري وشي لعب اخر ديالك بزاف ديال الاخوان اللي كان تم اكتشاف ديالهم من طرف التامر، وكان الفضل كبير كيرجع عليه وكنتمناو له في هذه المناسبة. يمكن لك تكلمنا شوية على الاسلوب ديالو في التدريب كان اسلوب صارم كيبغي الخير للعابة وكيبغي يعطيو بزاف في التدريب باش يوصلوا لذاك الشيء اللي بغاو، وكنشكرو بهذه المناسبة وكنتمناو له الشفاء.